أهلا بكم في ترند. نشرت وزارة الخارجية عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي بيان مشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية حول اتفاقية صلاحية التأشيرة السياحية. أعلن فيه عن التوصل إلى اتفاق بين حكومة البلدين بشأن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية الممنوحة لمواطني البلدين الصديقين من 5 إلى 10 سنوات، وأن هذا الاتفاق سيتم تطبيقه في وقت لاحق، ويهدف إلى تسهيل التواصل بين مواطني البلدين وخدمة الأهداف والمصالح المشتركة وتحقيق تطلعات الشعبين الصديقين ولتوطيد العلاقات في مختلف المجالات، ومن بينها الأكاديمية والصناعية والرعاية الصحية والتجارية والاجتماعية وغيرها. نتيجة ارتفاع درجات الحرارة تعد حوادث احتراق السيارات الأكثر انتشاراً في فصل الصيف، لذلك غردت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في تويتر عن نفس الموضوع قائلة: عزيزي المواطن والمقيم، تجنباً لحوادث احتراق المركبات استعن بفني متخصص للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وأن القطع والأسلاك المستخدمة مطابقة للدائرة الكهربائية بالمركبة، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع. احرص على اختيار الكهربائي المرخص من قبل هيئة الكهرباء والماء عند وجود خلل كهربائي في منزلك. هذا ما دعت له هيئة الكهرباء والماء في الفيديو اللي نشرته عبر حسابها الرسمي في انستغرام. كما نشرت الهيئة في موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء المقاولين المرخصين وأرقام التواصل الخاصة بهم. كلنا نحب رؤية أبنائنا في أحسن صورة. حتى في أدق التفاصيل. نتمرن بقوة، ويستمد منا أبناؤنا هذه القوة. لكن عند حدوث مشكلة يتوجب علينا اختيار الشخص المناسب لهذا السلوك أن ينهي كل ما سبق. لا تفقد كل ذلك باستهتارك في اختيار عامل غير مرخص. أطلقت وزارة السياحة السعودية برنامج تنفس روح السعودية، والذي يهدف إلى إنعاش القطاع السياحي في داخل المملكة، حيث تسعى الوزارة عبر برامجها استهداف العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والفنية. الجميل في الأمر هو مشاركة رواد تويتر في السعودية في الترويج عن المناطق السياحية في المملكة، سواء عن طريق المشاركة بالصور اللي قاموا بالتقاطها أو مقاطع الفيديو. العرب إلى المريخ، حدث تاريخي سيشهده العالم يوم الأربعاء 15 يوليو الجاري، فسينطلق مسبار الأمل الآلي من دون طيار من مركز تانيغا شيما الفضائي الياباني في محطة جديدة ضمن برنامج الفضاء الإماراتي الطموح، في رحلة تاريخية هدفها جمع بيانات علمية شاملة عن مناخ الكوكب الأحمر وطبقات غلافه الجوي. وسيقوم الفريق العلمي للمشروع بمشاركة المعلومات بشكل مفتوح ومجاني مع المجتمع العلمي لخدمة المعرفة الإنسانية. تويتر شهد تفاعل كبير من قبل الإماراتيين الذين غردوا بكل فخر واعتزاز على هذا الإنجاز الوطني.
مشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر وحلقة جديدة من ترند، في أمان الله.